قناة المسلم أخو المسلم الدعوية، بوابتك للعلم النافع. تزوج الإمام أحمد امرأة وصفت له، يعني كان قد أرسل بعض نسائه من محارمه ليخطب امرأة، فرجعت فقالت وافقت. قال كان هناك من يسمع؟ قالت نعم، أخت لها ولكنها عوراء. قال اذهبي فاخطبي لي تلك العوراء. فذهبت فخطبتها فتزوجها. بعد 7 سنين من معاشرة الإمام أحمد قالت له يا ابن عم هل رابك مني شيء؟ فقال لا، إلا أن نعلك هذه تصر، يعني نعلك إذا مشيت تحدث صوتا، هذا ما رابه منها بعد 7 سنين. كثير من الناس يشكو من صرير النعل على رأسه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزى الله معالي الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.